بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الحضور الكرام، معالي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وسعادة الدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية. يمكن الحقيقة في البداية بس بشكر حضراتكم لدعوة النادي الأهلي للمشاركة في هذا المؤتمر. الحقيقة عنوان مهم جدا لتطور الرياضة. الرياضة أصبحت صناعة، والرياضة استثمار كبير جدا. أي صناعة وأي استثمار يجب أن يكون القانون يحميها، والقانون يضع الأسس لنجاح هذا الاستثمار. ويمكن بالنسبة للنادي الأهلي الفترة الأخيرة يعني شهد استثمار كبير جدا من خلال تأسيس بعض الشركات، اللي بشكر الدكتور أشرف صبحي حقيقة على تسهيل وتيسير هذا الأمر، لأنه هو يعلم تماما مدى أهمية الاستثمار الرياضي. وبالتالي طبعا فعاليات المؤتمر الكريم، إن إزاي برضو نحمي هذا الاستثمار من خلال القانون. لا شك إن اليوم تعد صناعة الرياضة صناعة ضخمة جدا جدا على مستوى العالم والوطن العربي أيضا. استقدر مساهمتها في حركة التجارة الدولية بما يزيد عن 3% من إجمالي تلك الحركة. كما أصبحت الرياضة قطاع اقتصادي يشكل ركنا أساسيا من الاقتصاد الكلي لأغلب الدول، ومنها بالضرورة الدول العربية، وجزء رئيسي من إنفاق الأسر باختلاف مستوياتها الاقتصادية والاجتماعية، سواء لشراء عضوية جديدة في أحد الأندية أو مراكز الشباب، أو اشتراك في الأكاديميات الرياضية، أو شراء أدوات رياضية لحصة الرياضة في المدرسة، حتى شراء الكرة اللي ممكن الطفل يلعب بيها في الملاعب المفتوحة. الأمر الذي جعل جميع الحكومات والمؤسسات والأفراد لديه شغف كبير بتلك الصناعة، تلك الصناعة الضخمة التي تجذب إيرادات تجاوزت أكثر من 845 بليون دولار حول العالم. تلك الإيرادات ناتجة عن عقود ضخمة تنظم انتقالات اللاعبين، الحصول على خدمات المدربين، شراء حقوق البث والرعاية، البث التلفزيوني والرعاية، وحقوق الامتياز للعلامات التجارية طبعا، وأرخ حاجات تانية أخرى، لكن دي الحاجات الأساسية اللي هنتكلم فيها. هذا التطور الاقتصادي السريع والمتلاحق لصناعة الرياضة والاندفاع للاستثمار في مجالاتها المختلفة يرتكز على العديد من الدعائم الرئيسية، مثل التمويل، تكنولوجيا، موارد بشرية وألخ. لكن المهم هنا بقى إن الضبط القانوني عبر النظم الأساسية للأندية والاتحادات والعقود القانونية لتلك الصناعة يمثل حجر الأساس للنجاح واستدامة التفوق في المنافسات الرياضية والتدفقات المالية ونجاح العلاقات ما بين أطراف الصناعات المختلفة. وفي ضوء ذلك، فإن تاريخ النادي الأهلي العريق ونجاحات الفرق الرياضية على كافة المستويات الوطنية والقارية والدولية، ودعم المنتخبات الوطنية بأكثر من 50% من اللاعبين، كان ولا يزال يرتكز في الأساس على نظام أساسي قوي يتوافق مع القوانين الوطنية والميثاق الأولمبي ولوائح الاتحادات الدولية، ويلتزم بتطبيق نصوصه جميع أبناء عائلة النادي الأهلي. كما إن الاستثمارات الضخمة التي تجاوزت أكثر من 1,600,000,000 جنيه خلال 4 سنوات الماضية في البنية التحتية والملاعب والصالات للمقر الرئيسي وفرع النادي في مدينة نصر، أهل مدينة نصر وأهل الشيخ زايد،
وأيضا فرع القاهرة الجديدة إن شاء الله الذي سيتم افتتاحه قريب جدا بإذن الله في خلال شهور شهرين ثلاثة تقريبا إن شاء الله. والطفرة الكبيرة في الإيرادات التسويقية والتي أصبحت الأكبر بين مختلف أندية القارة الأفريقية تعود إلى كافة الإجراءات والصياغة الدقيقة للعقود القانونية والتي توضح التزامات وحقوق كافة الأطراف وتوافقها مع صحيح القانون ولا تتعدى على حقوق الآخرين لاعبين مدربين اتحادات أندية منافسة وسائل إعلام شركات راعية شركاء تجاريين. وكل ذلك يتم من خلال لجنة قانونية تضم كفاءات مصرية برئاسة مستشار الجليل محمود فهمي ربنا يديله الصحة وطولة العمر. ونحن في النادي الأهلي حرصنا على مشاركة لأننا كلنا أمل أن يقدم هذا الملتقى الدولي والذي يضم قامات وكفاءات عالمية في مختلف مجالات القانون والاستثمار والصناعة وبالطبع منها ما يختص بالرياضة للخروج بحلول وتوصيات تمكننا ويمكننا من خلالها التغلب على التحديات التي ما زالت تواجه تطور صناعة الرياضة المصرية والعربية مثل التعدي على حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية للأندية والاتحادات حماية المحتوى الرقمي للمنافسات الرياضية وحقوق الرعاية ومراقبة تدفق الأموال بتلك الصناعة الواعدة بالإضافة لوضع توصيات لتحفيز الاستثمار بالمجال الرياضي ورؤية قانونية لمزيد من الإعفاءات الضريبية على الأندية والاتحادات التي لا تستهدف الربح والإنهاء السريع للمنازعات الرياضية وده أمر هام جدا. وفي النهاية نتمنى التوفيق والسداد للقائمين وجميع المشاركين بهذا الملتقى لما يخدم أهداف الرياضة النبيلة والإنسانية وخدمة مصالح الرياضة المصرية والعربية وتمكين أندياتها واتحاداتها الرياضية في أن تكون في صدر الرياضة العالمية. دعواتي بالتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.